هل يهدد حزب البديل استقرار ألمانيا؟ ألمانيا حضراتكم أقوى اقتصاد في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد في العالم، أمريكا، الصين، اليابان، ألمانيا. لكن ألمانيا اللي بتقود أوروبا المعاصرة عندها مشكلة صعود اليمين المتطرف. وقلنا قبل كده إن بعد الحرب العالمية الثانية وأهوالها وموت 70 مليون إنسان بعد 50,000 ساعة من الحروب، كل ده خلى العالم لا يتخيل أبدا إن النازية أو الفاشية أو اليمين المتطرف يرجع من جديد. إلا أننا شهدنا في السنوات الأخيرة صعود كبير جدا لليمين المتطرف في أكتر من دولة في أوروبا. في ألمانيا حزب البديل يمثل اليمين المتطرف حسب المراقبين. لما تأسس قبل سنوات كان في درجة من السخرية إزاء هذا الحزب. مين الحزب اليميني المتطرف اللي عنده أفكار نازية اللي ممكن ينجح في أي انتخابات ألمانية؟ ده مستحيل. فتم النظر في ذات الأمر باستخفاف لحزب البديل. لكن بعد شوية حزب البديل بدأ ياخد شعبية ويطلع تدريجيا. المثير والصادم إنه في 2023 حزب البديل بقى عنده ضعف مؤيديه، يعني 10% تقريبا سنة 22، 20% 23. ده معناه إيه؟ معناه حزب البديل اليميني المتطرف بقى وزنه السياسي في ألمانيا زي الحزب الحاكم حاليا بزعامة المستشار أولاف شولتز. تخيل إن الحزب الحاكم في ألمانيا وزنه السياسي حاليا قد الوزن السياسي لحزب البديل، وبالتالي في خطر كبير على مستقبل الديمقراطية في ألمانيا مع صعود حزب البديل. حزب البديل موجود أكتر فيما كانت تسمى ألمانيا الشرقية، في الولايات الشرقية في ألمانيا موجود بشكل كبير جدا أكتر من ألمانيا الغربية أو الولايات الغربية في ألمانيا. فالناس هناك في الولايات الشرقية في ألمانيا بيقوموا اللي هم المتطرف دول بمظاهرات ضد اللاجئين، وبعضهم حاول يحرق مراكز لإيواء اللاجئين. وفي صعود معاداة، يعني معاداة متصاعدة بشكل كبير جدا للمسلمين واليهود. وأيضا في هذه الولايات الشرقية مفيش قناعة كبيرة بأداء الحكومة سواء يمين وسط أو يسار وسط. ولما إحدى الجامعات الكبرى في شرق ألمانيا عملت استقصاء للرأي في شرق ألمانيا بشأن المستقبل، 33% قالوا عايزين قائد زي هتلر. إذا ما استخدموش تعبير هتلر فقالوا مواصفات هتلر، وده كان شيء صادم جدا جدا إن تلت الألمان في ألمانيا الشرقية يكون طموحهم إن يكون في حاكم بنفس مواصفات أو رؤى أو سياسات هتلر، طبعا مع بعض الاختلاف إنما الرؤية العامة تقارب هتلر سابقا. طبعا في حالة فزع عند الأوساط السياسية التقليدية والمعتدلة في ألمانيا من هذا الصعود وهذا التغير في الثقافة السياسية في الولايات الشرقية لألمانيا، وإن ده ممكن يكون خطر كبير جدا على مستقبل البلاد. الخطر فعلا كبير لسبب جوهري، إن أغلب مؤيدي حزب البديل اليمين المتطرف ده أغلب المؤيدين شباب تحت ال 18، يعني ما لهمش حق التصويت. فالمستقبل مع حزب البديل، وإن قدام بعد 4 سنين 10 سنين لما يكون دول لهم حق التصويت حزب البديل هيكون أكبر حزب في ألمانيا. فهل يا ترى لما يبقى أكبر حزب في ألمانيا أو يحكم ألمانيا، وده ممكن يكون في وقت قريب، هيحافظ على أفكاره المتطرفة ديت كما هي؟ هيطرد ناس كتيرة موجودة من التطهير لبعض الأعراق وبعض الثقافات والأديان؟ ولا يا ترى هيعيد التموضع يبقى أكثر واقعية وأكثر عقلانية وأكثر رشادة سياسية؟ ده التحدي الكبير لمستقبل ألمانيا، لأن اليمين المتطرف صاعد ومن الصعب إيقافه، وحزب البديل بيصعد ويبدو أنه من الصعب إيقاف حزب البديل. فإذا قدام وصلوا للسلطة هيظل السؤال، هل هيتصرفوا كما يعتقدوا بالفعل ولا هيطوروا نفسهم يكونوا أكثر واقعية؟ لو اتصرفوا
كما يعتقد بالفعل احنا ازاء المانيا جديده واوروبا جديده وربما عالم جديد.